بسم الله الرحمن الرحيم، يسعدني أن أكون بينكم اليوم في المخيم التدريب العربي الأول لتهنئتكم بالحصول على شهادة مدرب دولي معتمد من كلية وردنبرج الدولية. وهذا المخيم التدريبي كان برعاية المركز الكندي والأكاديمية العربية والأكاديمية أكاديمية المدربين المحترفين والأكاديمية الدولية العربية بفلسطين وكلية وردنبرج الدولية. وفي هذا اليوم نعتبر هذه الكوكبة من المدربين حاصلين على أعلى معايير الجودة الدولية وفقا للمواصفات الأوروبية والأمريكية للحصول على شهادة مدرب دولي معتمد. وفي هذه اللحظة أبشركم بأنه سيوجد تدريب مجاني لجميع المشاركين، وسيكون في منحة بالنسبة للوفد الفلسطيني قريبا إن شاء الله. أقول إنه وضع غزة الكل بيعرفه، وحابين إنه إحنا ننقله للدكتور محمد إنه غزة تحتاج مساعدتكم، فأوفي لنا الكيلة وتصدق علينا إن الله يحب المحسنين. فأتمنى إنكم تنظروا إلى هذا الطلب بعين العطف، وشكرا لك. أستاذ محمد رفيق محمد أبو شرخ. أستاذ آية صلاح. أستاذ آية صلاح. أستاذ يا فندم، تعال راسي من فوق يا فندم. أستاذة فاطمة محمد. عارف الشهاده دي كنت انا المفروض نمشي اسلمها، بس مش مشكله. استاذ محمد صبح السويركي. اخويا الدكتور طالب. محمد صبحي احمد ومحمود صبحي. في محمود يمكن الدكتور محمود لاسباب خاصه ما كان موجود معنا. الدكتور محمود عبد الهادي، المهندس محمود عبد الهادي. هاني اخويا هاني. أستاذ نورهان. أخويا محمد.
زي ما انت ثواني بس ثواني. عبد الله محمد عبد الله اخويا اشرف. قلت الاسم السري انت ما سمعتش والله العظيم اكشفك انت. درع البحرية. أستاذ أسماء قط. حاج عبد الحكيم. أول ما تسمع أصحاب أستاذة فاطمة الزهراء الحاضرة الغائبة. فاطمة ظبط نفسك ثم تحشرجي حشرجة المنية. محمد بهاء الدين. احمد فرزان السيد. مبروك ابو بهاء. صحر علي توفيق. احمد علاء الدين زغلول. اللهم لك الحمد طلعت والله اكرم نفسنا الاول اكرم نفسي الاول اكرم نفسي الاول الاستاذ فتحي محمد محمد كده احنا خلصنا المصريين وان شاء الله باذن الله بكره باذن الله دكتوره راشده مؤاخذه اتفضلي يا دكتوره اتفضلي تعالى يا بهاء كده احنا عندنا شهاده مهاره
استاذ تامر، فانا بشكرهم والله فعلا على عملهم ومساعدتهم لينا الفتره اللي فاتت، فانا بشكرهم جدا، بشكركم جدا على وجود حضراتكم معانا. ان شاء الله انتوا عندكم رحله سفر النهارده، كلكم يا رب تتهنوا بيها ان ولا ما علينا. انا سعيد جدا وبشكركم، بشكر دكتور محمد.